ليش متأخر؟ كذا طناخة أقدح من راسي، عندك مانع؟ بطت بطراسك. اسمعي يا بنت، أنا قررت أتزوج الثانية لأنك ما تستاهلين. تتزوج علي أنا يا عامر؟ إيه أتزوج عليس، وإذا مو بعاجبس روح البيت هلس. أرجوك يا عامر تكفى الله يخليك، إلا موضوع إنك أنت تتزوج علي ده والله مستعدة أسوي لك أي شيء تبغاه. بطة أسرع.